أول نوفمبر، ذكرى ترتسم معالمها في بداية كل صباح لدى الجزائريين. هي ذكرى تخلدها صفحات التاريخ، يعتز بها أبناء هذا الوطن الغالي المبارك، ليحيوها كل سنة ودائما بكل فخر واعتزاز. هكذا أحيت موطن البطل الشهيد سي محمد العربي بن مهيدي ذكرى نوفمبر المجيدة. أعطينا في ولاية أم البواقي حتى تكون ولايتنا في مصاف الولايات. حق لكم أيها الشعب الجزائري، حق لشباب الأمة اليوم أن يفخر بجزائر العزة في ذكرى 68 كما أسلفت ذاكرا أو سالفا لاندلاع ثورة التحرير الكبرى. شكرا للجميع. موعدنا يتجدد مع التنمية، مع البناء، مع صون كرامة شهدائنا الأبرار في كنف الأمن والأمان في جزائر العروبة اليوم، جزائر التي تحتضن الدول العربية في قمة بإذن الله تعالى ستكون قمة للم الشمل الجزائري. وعدا منا أن نواصل المسير، وبالتالي سنلتقي إن شاء الله على مدار احتفالاتنا ستستمر إن شاء الله. نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقين؟ سبحنا على لجاج من دمانا، وللنصر نسوق السفينة. سنبقى نكافح كما كافح أجدادنا وآباؤنا لخدمة هذا الوطن والحفاظ على تضحياتهم المباركة في كل لحظة ودقيقة وثانية من الزمن. هي عبارات وشعارات وأفعال يرددها ويطبقها كل جزائري بمختلف شرائحه، حفاظا على تضحيات جسام لننعم بالسلم والسلام في هذا الوطن المبارك.